يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خش بقى، خش شويه. طب خش شويه. جميل. هي قالت اخضر. ها هي قالت ازرق، بس احنا الاخضر احلى. يا نهار اسود. شيكو. ها انا طرطشت على التمثال. طرطشت عليه ايه؟ طرطش. لا طرطشت طرطشت عليه اخضر. اه فكرتك اتزنقت فوق. بس هو شكله مش غالي يعني التمثال. طب كمله اخضر بقى وخلاص عشان ما حدش ياخد باله. افتكر. اه كمل معايا. او استنى، في حركه اظرف. اوعى اوعى اوعى. بس طلعه بقى على مهلك، سيبه هو ينقط بقى على ايه. اوعى اوعى. تحفه. بس تحفه فنيه. بوتشويه. ايه رايك؟ ايه بوتشويه؟ لا لا لسه ما خلصتش حضرتك. السقف كام؟ طب يا باشا دي خدمه ليك. مبدئيا احنا بنتكلم على المدام، انت ما بتتكلمش. السقف كام؟ طب لحضرتك فنزلناه. معلش عادي. وده الاخضر ده انا عارف ان انت طالب ازرق. زي ما فيكم قالت تقالت بلوم اهو. ما هو ايوه ده حضرتك في النور. ان ذا داركنس اتس بلو. يا اديسون مورنينج اول فينيش. مورنينج اول فينيش. طب حسام يور سليب هير. This is better. It's better like this. Yes. لا can we sleep here? Can we sleep here tonight and حضرتك الصباح رباح. In the morning everything will be okay. This one after the light will be blue. يلا. يا بس بصي انا كابيتش كوب اوكي زيت اوت بيوت رايت. Yes. Yes. Okay. اوكي خدهم بقى. اخلع انت بقى. اخلع. اخلع بقى. خدوا كوفي بقى. هيتصلح. اتكل على الله. كله هيتصلح. الليل على امك. يعني الواحد طلعان عين امه من الصبح في الشغلانه ومحدش بيقدر. محدش بيقدر. حتى اديسون الزفت ده بيعمل لنا كده. ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هنبات هنا النهارده؟ هنبات هنا طبعا. ايه ده؟ ست بتصوت. ايه ده؟ دخلت الحمام؟ دخلت الحمام؟ دي مصيبة. دكتور شوسكي وروبيلي. يا ماما كل ده هيتنضف في الآخر ما تقلقيش. اهدي بس اهدي. ما حصلش حاجة لكل ده. ما حصلش حاجة. في ايه يا شيكو؟ ايه اللي أنت عملته ده؟ سوري يا مدام. أعمل إيه يعني؟ مش فاهم يعني. أنا يا جماعة دخلت الحمام بالليل كنت مزنوق، ما لقيتش غير الحوض والدش. اختار ايه؟ الدش طبعا. عملتها في الدش طبعا يعني، بس مناديل كتير وكده اكيد سدد الدنيا. سوري جيت ات فيكس يعني. دونت وري ان شاء الله. يو جو ويز هشام. هشام اعمل لها بقى الفتحه اللي قلنا البيت النور اللي عايزين نعمله لها ده. المفاجاه. ات واز ا سربرايز. يجنن. حاجه في منتهى الابداع. اعملها لك. اتفضلي تعالي. يلا بقى. استنى يا فاهم، عشان انت هتسلك الماسوره لام. هتسلك ايه؟ هتسلك الماسوره لام يا فاهم. هنسيب الدنيا فاهم. الدنيا كام؟ انا اللي هقف هنا انت تقف تحت. ما انت اللي عاملها. شيء كنت بقى اسلكها ولا اكلها ولا اعمل فيها. فاهمين زي انت. بس افتح الماسوره الام وانا اقف من هنا. يلا. انت عاملها في الحوض كمان؟ والله لا اقسم بالله لا. يلا